تلقى وبيوقع أضعف حدا بيأذي، حضن الوفى بيوسع لو مي غيرك فيه. وقت القوي بيوقع أضعف حدا بيأذي، حضن الوفى بيوسع لو مي غيرك فيه. تعطي الكريم بتملكه ظهرك كأنه سيف، الرجال ما بعمرن بكو تبكيك مرا يا حي. يلي نصيب مقلب ودمعه صعب يشفي، الله لغيرك قاسم لا تخلي عينك فيه. في ناس بيعرفوا الله وناس بالأسف بتسلى، بتحس قلب ما اخوات الموت يفرقهم، اضراب الحب يجمعهم، هيدي هي الحياة. كسر الظهر والقلب حساب مع الايام، عهد الاخوه صعب ينسوه اهل الشام. ويا شام شوفي قصص ما بينشبع منا، نهرك طوال وما خلص بعد الحكي عنا، عن عطف أهلك عالفقير للجوع ما يخلوه، عن ضيف كل منهم بصير بحاله نساوه. في ناس بيعرفوا الله وناس بالأسف تتسلى، بتحس قلب ما إخوات الموت يفرقون، أغراب الحب يجمع تلقوي بيوقع أضعف حدا بيأذي، حضن الوفى بيوسع لو مي غيرك فيه. تعرف رابطك عندي يا دز ولو أنت كتير غالي. والله بعرف يا أبو بكري. والله ازيك عمي؟ اسلي هي ناتي. وين سكجة؟ لك ما بدها سكجة كسرية، هي بدك تكسرها. اه بالتالي نشوفها. شلون لقيتها؟ ماشي حالها، هي بنعود ندوزنها مع بعض. ايه شو علي؟ دوزنها على 100 مهلك عمي. منيحة يا ابي منيحة. الله يسلم الديار. بالاذن. شو ها؟ انو اذن ها؟ وين حق الكسرية؟ والله بدك تصبر علي شوي. وقديش بدي اصبرك يعني؟ شغلة شهر شهرين زمان. الي؟ إيه بيكون إجا العيد وبيلزمك كسرية تانية، كمان بدي دينا؟ لا بس الحالة اليومين دائرة، خاطرة. الله معاك، بس مو تأخر علي، ها بعرفك لأنه أنا حافظك. هاي لعن أبو المصلحة شو بتعمل؟ يعطيك العافية يا أخو. أهلين الله يعافيك. جانسي، وين صار لك حصة غاطت ها؟ فكرك تنتشر رزق لحالك؟ إيه ما حذرت. الله يوفقك. لك شو جابك على الحارة لك مرزوق؟ اسمعوا جانسي، ما بدي اوصل على القنوات قبل ما تكون سبقتني لهني. فهمت شو عم حاكي؟ لك شو عم تحكي؟ مجنون انت؟ يلا سلام ابو بكري. قاعدين وراي عم نتسلى. ارجع لك انا مشان البردانات. شو؟ بردانات لما تفحات. عارف لك مأمون، إذا مسكنا سوق التوصيلة والسفر والطلع والفوتي على الشام
بيكون نحن يعني بلغنا حد الكمال بشغلنا. لشو ناقصك معلم شهران؟ ما شاء الله صار عندك مريكانات وبوايكة وبساتين ودكاكين وحواصل ما بتنحصر، يغسل عين من عيني طبعا. بقى لي شو ناقصك؟ لا يا مأمون لا، أنا هذا الكلام ما حبيته منك بنوبها. ليش أنا بشو غلط معك معلم شهران؟ فينك تقلي؟ لا يا سيدي غلطت وغلطت. بدك يعني ازعلن منك بعد هالعشرة هي كلها؟ ليش مو كله من تعبك وشقاك ورزقك يا معلم؟ لا حول الله، لسه بعيدة. طيب تعبك وشقاك أنت ماله تمام؟ وقفتك جنبي ورجوليتك ومعلميتك ماله تمام؟ شو هالحكي شهران؟ هلا هيك؟ ليش أنا قبل ما أعرفك كان عندي كل هذا الشيء؟ لا يشهد الله. أخي كل شيء عم نشتغله هذا مناصصة بيني وبينك. وعم يستفيدوا منهم هالمخاليق اللي عم يشتغلوا معنا وهالعيال المستورة، شو بك؟ طيب أخي مثل ما بدك. تفضل سمي بالله، تفضل. أهلين يا حبيب، أهلين البركات. تفضل يا سيدي، تفضل. يا بيك أهلين، مساهلين معلم شهران. الله يسلمك. إيه يا بي، بالآخر برني معلم شهران. يا بي، عم نفكر أنا وأخي مأمون نفوت بهالميمة، بقى شو بتنصحنا؟ إيه شو عليه؟ اسمع أبي شهران، من مدة كنت بجمعة فيها عدد من شيوخ الكارات بالشام وجماعة من الضواحي، وعلمت من هالجمعة انه الله بعد كرمه عاطيك وراضيك انت والشهم اللي معك. شرف عم نسمع. الخلاصة انت رجال مرزوق ونيالي اللي بنفع وبيستنفع، مو هيك يا بي؟ معلومة عم يا براتك. اخي قول الله وفوت، ما بده وقفة. يعني بعتني؟ بعتك عمي شهران، بس على شرط، هاللي بأول شرط بآخره فيه سلامة. وشو هذا الشرط يا بي؟ انه ولا واحد من الشغيلة هاللي شفتهم تنقطع رزقته. شو هالحكي هذا يا براتك؟ مثل ما سمعت يا مأمون، إذا بتنقطع رزقة واحد أي من كان يكون بده يكون لي عند منكم حق، وعليم الله غير عند مولانا القاضي الشيخ عبد الغني ما بحق أكون. أيوة هذا شرطي، بقى دوز نوا. أخي براتي أنت بتعرف أنا ما فوت هيك فوتات إلا مشان الناس تسترزي، مو مشان نقطع على رزقها. وهذا الشرط تبعك هذا على راسي من فوق لأنه حق. كلك مفهومية يا شهران، بعرف إنك أصلي بس بدي الناس تتعلم يا بي. مزبوط. يلا خفوها، الله يعطيكم العافية. فوت هدول لجوا وصفتن فيه. دير بالك. يلا خالي، يلا يا مأمون. يلا جيناك مهمان، جيتك. لك وينك؟ ليك يا ميدي، طلي هدول جوا وصفتن. زامرك جاهز، لعيونك يلا مرني. أخي خلينا نمشي لأنه تعوقنا، الشباب هن بيكملوا ضب. يلا يلا يلا، أنا خلصت تكي بس وبرجع لك. تكي خفوها يا أبي خفوها. لك تريك من إيدك لسه بتحمل بحمال يا مطيع. مطيع تعال. إيه معلم. تعال عمي تعال، دير بالك على الشغل وظبطهم كله، نحن تعوقنا. بأمرك. يلا مأمون، يلا السلام عليكم. يلا مطيع. واقف بقى هلكتني. وينك لهلا؟ لك شو ويني؟ هذا الدز حاططني براسه، ما عرفت منه حدا بيعرف حدا. مزبوط هالحكي. انت شو عرفك؟ شندله وحده وركب الدوسه طاحش وراي. شلون؟ ما فهمت. يعني لحقني بس زمط منه. الله لا يوفقك. لك انت شلون اجيت لعند مني؟ ما عاد فيك تصبر لك شوي؟ ليش ضل فيك بعيا انت؟ قد ايه صار لك عامل حالك يا دار مالي مني؟ انت مانك عرفاني عايش مثل المطاريد ها؟ لك شو انت بدك تشمسنا؟ انت مانك عارفان انه شهران والزعيم حاطين براسهم ومو مصدقين امتى يلقطونا؟ بتروح بتغامر بحالك وفيني؟ قيمنا من السيرة هلا قيمنا، خلينا بالمهم. شو هو المهم؟ بدي حصتي من ورثة ابو عبده. لك مرزوق هلا وقتها، اجل له اياها شوي بتغلى.
لا سيدو لا. شنو صاحبك الدز إذا حط واحد براسه غير مين ما عاد بقى ينفذه منه؟ شو بدي إلا؟ بتروح بتجيب اللي شفطه قش لفة بتجي منقعد نتحاصص شو اسمعه؟ ما فيك تأجله يعني؟ ولا تكي ماشي. وين نتحاصص؟ يعني وين بدنا نقسم الذهب والعملة؟ وين؟ عندي. وين عندها؟ عندي بالبيت. أنا بيتك مرزوق؟ خلصنا بلا العي. هلا باخدك معي يدلك على البيت من بعيد والليل تجي لعندي. ماشي. شرف. شرف. معلم شهران، من بعد ما ينحط هذا الختم بيكون كل شغلنا صار بين ايديك. على الله. مشهود للمعلم شهران الأمانة، بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيكم. شرفتونا يا بشوات. وإن شاء الله هيك منبيض وشنا معكم. بعون الله، كل شيء لنا بالديار الشامية من تجارة وخلافه بده يكون اعتماده عليكم يا شهران. حط إيديك ورجليك بمي باردة يا باشا ورح تسمع الأخبار الطيبة بعون الله. إن شاء الله. البيت شعار الباب البني اول واحد، اول ما بتعتم العين تجيب الرزق وتجي لعندي. ماشي. سلام. وينها؟ بس ترجع خبط علي منيح، بركي كنت غاطت بسابع نومي. خلاص خلاص. فصفص لك عظامك فصفصة. كاري الظاهر انه السفرة صارت ضرورية من كل بنت. يعني لسه بدها تفكير القصة؟ معلوم ضرورية. بعدين مو معقول ما نجيب الشغلات الفاخرة والبرنجي، ما هي؟ معك حق. اصلا اذا ما لقيتهم بتركيا بتلاقيهم ببلاد فارس، هذيك البلاد فيها من جميعهم. تعرف لك مأمون، عم افكر انه هالسفرة هي شو رأيك انت تاخذها من بابها لمحرابها؟ انا؟ إيه أنت، شو ناقصك أخي؟ إذا كانت السيرة مضبوطة لأستخشنتو على الحب. بس يعني يا معلم لازم ما يعرف إنك عايش ولا خلصنا وين تظهر وتباه. مرزوق بعزة جلال الله، إذا كانت هاي لعبة من النجس تسير لخليه سيرة على كل إنسان. عم تفهم لك مرزوق؟ ايه اختي جمال، بدي شاورك بشغلة. هات لشوف. شاورني. انا والمعلم شهران وبعون الله اخذنا التجرة شيت السجاد والستاير والحباشات للسرايل بالشام كلها. يي عن حق الهي ربي يفتح عليك. كله هذا بسبب دعواتك يا ست الكل والله. ايه نعم، ومو بس هيك، كل شي من تمر بخور عسل من جميعه كله صار تحت امر المعلم شهران باشا. بقى شو رأيك؟ إيه شو رأيي؟ لك هاي ما بتنعطى غير للزوات من التجار ويلي اسمهم مثل البيرق. لكان؟ مثل ما قلك أخذناها بعون الله، بس هاي الشغلة لازم نطلع فيها راس. معلوم لازم تطلعوا فيها راس، لأنه هاي مو لعبة. ها بتكون تديروا بالكم. ومشان نطلع قدها يا خانم لازم واحد مننا يسافر. مزبوط، هالشغلة لازمها سفر. لكان؟ والحكي برنجي. أنا عم أقول إنه مأمون هو يسافر مشان يجيب هالتجرة. بس هيك سفرة بدها واحد فلهوي، وأنا قسماً عظماً لو بيطلع بإيدي فلا بخليه يرمش. كنت دغري ضبيت بقشتي وقلت يا ميسر. أمي إذا الولد مو قد هالسفرة ليش بدك تقتفو هالقدفة؟ معناته أنت لازم تسافر. خلاص مثل ما بتكون، أنا بسافر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وفي شغلة تانية يا زعيم شغلت لي بالي. خليها لبكرة بتبقى بتحكي لي إياها. ما حيجي نوم قبل ما خبرك هالسالفة براسي. هات لشوف. نزير. شبو؟ شفت عند منه واحد بدوي والله أعلم. شو يعني والله أعلم؟ شو الغريب؟ الغريب إنه لما لحقته مشان أعرف منه هاد، وقت لمحني هرب مني. بيكون خاف منك، خلص تيسر ما في شيء. بس نزير يا سيدنا
طلع برات الحارة ولهلأ ما رجع، ويمكن لك لحقه. مشان هيك أنا قلبي نائزي من هالشغلة. أنت متأكد إنه لهلأ ما رجع؟ إيه نعم متأكد. روح لعنده عالبيت وتأكد، إذا ما لقيته بتروح لعند أبو لطفي بتقول له ما يفوته من باب الحارة. أمرك. من هون لبكرة الصبح بيفرجها الله. تيسر. السلام عليكم. عليكم السلام. دخل قوم تحت الأرض تسحبه من جوات بيته. بدي هذا الواطي. ضغط ساعتك عم تعن. قوم تحرك حتى من دمك ودمه. يلا. شي بيكون جاهز. الله يعطيك العافية. روحي صرخي صوت على أبو سطيف وعطي طريق، خليه يفوت يزق الأغراض. قرب يجي شهرام. يلا خليه يتهون على بكير. أبو سطيف الأغراض جاهزين. إيه على عيني تكي، استنيني دقيقة بس. شو في؟ جايب لك غرض. مو وقت هلأ أبو سطيف. لك شرفي كله شوية فستو. اسلموا إيديك. اللهم أنت الرفيق في السفر. إلهي حرسك من كل أذى يا شهران. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. سلمتك لله يا خيي، سلمتك ليلي ما بتضيع الأمانة بين إيديه. تفضل أبو سطيف. يلا يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. على مهلك أبو سطيف، على مهلك. وسمي بالرحمن. إيه بسم الله الرحمن الرحيم. بأمرك. معلم شهران، هاي الشغلة ما لها سهلة بنوب أبداً. يعني الصراحة بدها شهور. سيدي إذا الله يسر بنرجع بكير. مأمون الوقت أدركنا، خلينا نمشي. مشي. وينك أبو هاشم؟ نحن حنسبقك. أنت شوف شو ناقصك وودع أهلياتك وبتلاقينا ببيت الخانم. مشي؟ هذا الحكي مزبوط. خذنا طريق يا بي ولا تتعوق علينا. اتكلنا على الله. خيو بعتولنا العربجي بين ما زبطوا معنا. ماشي. أخي المأمون بدي أحكي كلمتين مع أبو هاشم. أصبح أنا حاستناك أبو رزقة. خذ لي طريق أبو هاشم. يلا يا رب. يا رب. يلا يلا افتحوا لنا طريق. تفضل أخي المأمون. يا ستار. يلا يلا. إيه أخي شهران. مسيك هدول خليهم مع عيالك يا أبو هاشم. شو هاد معلم شهران؟ خلي يدبروا أمرهم لما ترجع بالسلامة. وإذا اعتازوا أي شيء هاي الخانم موجودة وأنا خبرتها. بقى لا تأكلها. كثر الله خيرك. بس هدول كتار. سلامة خيرك أبو هاشم. سلامة خيرك يا بي. لك أنت عندك كباب لحم بدون مصروف. خلاص توكل على الله. خدنا طريق. شرف خيشارة. يلا يلا شرف. يلا يلا افتحوا طريق. لا تعوق. ها لا تعوق علينا. أراسي يا رب. أخي مأمون، إيه؟ في شغلة بدي إياك أنت تساويها الله يرضى عليك. مري معلم شو هي؟ هذا موفى يعني إنسان أبضاي وشهم بس حظاته شوي قلال. طيب وشو المطلوب؟ الله يعطيك العافية موفى. قولي أهلين معلم شهران. أهلين. يا ميت أهلا وسهلا. زارتنا البركة. تفضلوا تفضلوا. موفى إحنا مستعجلين وما معنا وقت. بس اسمع مني هالكلمتين الله يرضى عليك. معلم علي الجيره ما بتنطق ولا حرف برا الا ما تفوت. عم اقول لك ما معي وقت يا موفى. الله يخليك. معقوله معلم شهران؟ معقوله توقف قدام البيت وما تفوت بارك لي اياه ورحمه الميمه لتفوت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي يا بي ماشي. شرف. يا ميت اهلين وسهلين. يا ميت اهلين وسهلين. تفضلوا 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 فوتوا.
تفضلوا عمي تفضلوا. لك يا ميت اهلين وسهلين. تفضلوا تفضلوا. لك يا دار شوفي مين عليكي، شوفي مين ماشي عليكي. لك المعلم شهرام شحمه لحمه. الله اكبر. تفضل عمي تفضل. تفضلوا تفضلوا. لك يا ميت اهلين وسهلين. يا ميت اهلين وسهلين. عمي برهه بتكون قهوه جاهزه عندك. الله لك موفق. قهوتك مشروبه عمي. شو هالحكي معلم؟ شو مشروبه ما مشروبه؟ تكه وبتكون القهوه عندك. اصلا انت زلمه مسافر ما بعرف انت بترجع. لك اخي اقعد خلينا نحكي جوز كلام، في ناس عم تستناني عندي شغل. اقعد مثل ما بدك معلم، مثل ما بدك. وهي قاعده. ايه يا بي مأمور رح ياخذ لك دكاني. دكاني؟ الي؟ ايه الك. لكن الي 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 الي. لك ايه الك. لك موفق انت رجال قبضاي بتستاهل في الخير. بعدين انا عندي سفره طويله ما بعرف شو بيجرى معي. ان شاء الله ما بصير شيء معلم، ما بصير شيء. ان شاء الله بتروح بتيجي بالسلامه. الله يسلمك. المهم اخي بتحط ايدك بيد مأمور، هذا الرجال ما حتلاقي منه بكل الدنيا. ها بقى شو قلت؟ شو 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 معلم؟ انا بمنام ولا عن حق؟ اكيد انا بمنام. لك شو منام ما منام يا موفق، هذا المعلم شهران اللي عم يحاكيك. مو حي الله. الله يا معلم انا يعني انا ما بحلم انه اكون صبي عندك. الله وكيلك انا بتشرف انه اكون صبي عندك. لك شو هاي صبي ولك موفق؟ ها صبي قال فكرك بيرضى لك يا المعلم شهران؟ عليم الله طوال الطريق هو عم يمدح فيك ووصيني عليك. الصبي قال لك اخي نحن ما في بيناتنا لا معلم ولا صبي، نحن اخوي باذن الله. لك موفق. هلا خلينا نتيسر وبعدين انتم بتتفاهموا. ايه بس والله ما حلو تمشوا بدون ضيافه معلم. لك خلص لك موفق نتضيف مره ثانيه. يلا بالاذن. شرف يا بشرف. مثل ما بدكم سيدي، مثل ما بدكم. الله معكم. الله والنبي يحفظكم. مع السلامه. مع السلامه. زارتنا البركه عمي. السلام عليكم. يلا يا رب ادعوا لنا يا جماعة. يا سلام يا رب بجاه حبيبك محمد ترد لي يا لبيان وسال الغان محروس من كل أذى وبلي. يا رب انت أدرى بحالي ما صفي لي غيره من ريحة أهلك. يا رب لا تكسر بخاطري بجاه اسمك الرحمن. وينك لهلا لك نسيم؟ ويني لهلا؟ خرب بيتنا، خرب بيتنا، حرقت محل ابو عبده كله راحت على الفاضي. شو عم تحكي انت؟ مثل ما عم بقول لك، والذهبات والمصاري باح. طيب شلون صار هيك؟ شلون صار هيك؟ شيء. كيف هيك صار لك نسيم؟ لك انا بعرف كيف هيك صار. انا قبل ما احرق محل ابو عبده، شو سويت؟ رحت خلعت هالخزنه واخذت كل شيء فيها مصاري وذهب اشي لفين. وبعدين خلصني. وحد الله لك مرزوق، وحد الله شباب، طول بالك علي. مالك شايفني عم برجف رجف وما عم بقدر ابلع ريقي. لك نزير اعطيني من الاخر، هات الزبده. يعني فهمني وين الذهب والمصاري؟ شو بلا مرزوق؟ لك عم بقول لك ريقي نشفان، هات لك شفيط مي. ما حتدوس هم الهاري لحتى تقول لي وين العمله. لا ايه 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 ابو عبدو شباب شو ما قربتك زانا؟ ان شاء الله مفتكرني متل لكل انا زيد. انا شو عامل لك لتحل المحل تبعي؟ شو عامل لك ولا دل؟ ايه يا ابي بعد ما سرقت الذهبات والمصاري وين رحت فيهم؟ ليه ما جبتهم معاك؟ مرزوق جيب له الرسالة. أمرك معلم. اسمع ما حدا بالشام كلياتها بيعرف انت وينك، وهذا المطرح ما حدا بيعرف له طريق، وكل الناس بتعرفني ميت منيحة. يعني شو ما بسوي فيه ما حدا بيدري فيه.
شوف ما احلالي وانا ميت. قرب لك نزيل قريب. شو في لك مرزوق؟ ها ليك احنا طائر. يعني الكلاب ما اكلت لسانها. نزيل برميك ثلاث ايام والله. حرقت المحل فيه بضاعة ما بتتقدر ثمن ما حكينا شيء. بس الذهب والمصاري وين رح فيهن؟ انطوق. ولك عامل لك انطوق. لا مرزوق تصرف. امرك معلم. احكي علي الجيره بيذبحك هذا كل الناس فكرته انه ميت بقى قل له مرزوق انا ضمرته بمطرح الله وكيلك ضمرته بمطرح لك ليش ما جبتهم معك يعني كان ضروري يتبهدل هالبهدله وتسمعوا انك انت اللي حرقت له محله ليش انت ما كنت قايل له لا يا صاحبي لا يا عيب الشوم عليك يا حيف عليك يا نزير معناتها انت لسه ما بتعرفه لمرزوق انا ما بخون الخبز والملح المهم وين الذهب والمصاري اللي انا رحت مطرح ما ضمرته ونكدت ونكدت ورحمة ميمتي نكدت ونكدت لك ايه؟ ما لقيت شيء بص ملح وداب شو عمل؟ الا معقول هالحكي لك نزيل على مين عم تضحك انت يا سيبوني يا ناس بحالي بحالي اروح مطرح مروح سيبوني يا ناس بحالي بحالي أروح مطرح مروح ده غزالي وما عزالي وخلاني لوحدي تزوح ونوح سيبوح الله الله وكما بعتلو تراجي تراجي ولم يبل رجايا وكما بعتلو تراجي تراجي ولم يبل رجايا أعمل وأنا بملو في حزنه ما قدرش أنوح سيبوني الله فكن قانعا بالعيش واصبر فإنما مصيرك هذا والحياة والحياة نصيب السلام عليكم يا جار عليكم السلام اهلين معلم مامون شرف يا ابي شرف تفضل شرف لا معلش مستعجل شوي بدي اياك بكلمتين عمي بعد اذنك علي اذنك معك امرني معلم مبسوط اخوك ولو مدة مو مبين مدة منيحة فشو القصة قلي قسما بالله راح يحط لي عالي بكفي لك ما خليت قرني ما بحبشت عليه ومالي عين قله للزعيم ليش بقى مالك عين اخر مرة قلت له قام قال لي اتركه الهيئة شايف له شي شوفة برات الحارة وعاجبته اوف بالحق الله وكيله بس الزعيم ماله عاده يحكي كلام ماله طعمه اكيد في انه من ورا الحكي لك موفق ومشان هيك انا عم اقول لك يا معلم مامون انا مالي غيرك وانتو جماعه الكم موني مشان الله تفهموا لي الموضوع شلون يعني موفق يستر على عرضك يستر على عرضك شوف لي شو قصده للزعيم وشو بيامرني انا جاهز بسيطه خلص ولا يهمك السلام عليكم وعليكم السلام
شبك ولا؟ شكله عم ينازع معلم. احلى يموت ابو عبدو. بحفظ. قوم شربوا كاسة بابونج او طعمي لقمه خليه يصحصح لسه لازمني بدي اياه. اه؟ بدي اياه يقر وين خبى الذهبات قبل ما يفطس، يلا تحرك. لك يلا. امرك معلم امرك. والتكون بيكونوا صاروا هلا؟ والله يا عيشة إذا كان رب العالمين بلغهم مرادهم بالسلامة بيكون هلا شهران بهديك البلاد وبعد قده. إن شاء الله بيرجع لك سالم غانم يا حق. الله يسمع منك وإلك علي لما يرجع، هدية ما بتخطر على بالك. الله يجيبه بالسلامة، وهي أحلى هدية. إيه لا، الهدية اللي قايمت لك ياها بدها تسر قلبك وخاطرك، أنت بس ادعي له. ربي يجعل لك يا شهران كل خطوة سلامة. آمين. بجاه رب العالمين يا رب، يا رب ترجع بالسلامة يا شهر، اشتقت له كتير. اخ يا اخي السجادة شوفوا شردك. السلام عليكم يا خانم. أهلين أبو هاشم آغا، تفضلوا شرفوا. يعني تذكرتيني؟ لا، معقولة ننسى أبو هاشم آغا؟ يا ميت أهلا وسهلا. بس أنت هالمرة طولت علينا الغيبة. تركيا لله، بس لو تعرفي شو اللي صار معنا. بسيطة يا أبو هاشم. عصمت ساوي لنا شيء للضيوف بسرعة قوام. ايه على العين. لا خانم ما في داعي تعذبوا حالكم، والله ما في داعي. لا ولو، الله يسامحك، شرفتونا ونورتونا والمحل كله على حسابكم. كيف فيني اخدمكم؟ والله يا خانم انا اخي ابو هاشم مدح فيكي خيرات الله. يعني نحن جايين نشوف الرزق، بلكي هيك بيكلنا نصيب ان شاء الله. موجود، كل شيء بدكم يا موجود. سأل ابو هاشم، ما في تاجر اجى لعنا عن طريقه الا وطلع رضيان ومبسوط. معلم شهران. ايوه. الست شهناز شيخ كار عن حقه حقيقي، وهون بالسوق الكل حاطط له الطاعه. ايوه. اذا ما خاب ظني وانت كمان من الشام مو هيك؟ ايه معلوم مزبوط. ايه والله ان شاء الله تكوني زرتيها. معلوم، الشام غالي على قلبي كثير، وبعدين قلنا هنيك خلان واهل. تفضلوا. الشوام بيرغبوا بهي البضاعة كتير. تفرج ودس رح تعرف قديش ها ظريفة. أبو هاشم كيف شفت اللي إياها؟ والله يا السجادة ملوكية. ما عم أحكي عن السجادة. الخانو. الخانو ما هي من الزوات بين الناس، وكلمتها بالسوق ما بيصير تدين. نحن قلنا بالبضاعة وبس. إيه قلنا بالبضاعة. يعني هو مزبوط الحكي. بس لما التاجر بيفهم عليك وتفهم عليه هيك بياخد بيعطي، هذا بيريح ما هي؟ معلوم. أنا من هنيك قلت لك إنه أمورنا رح تتيسر، بس أنت قول يا رب. يا رب. وفي عندي هذا الصنف كمان بالشام كتير مطلوب. إيه والله مطلوب، هذا كتير ظريف. يا عيب الشوم منكم، ليش واقفين هون؟ تفضلوا لجوا، في عندي بضاعة جديدة لسه ما حدا شايفها. تفضل أبو هاشم. أبو هاشم تفضل. إيه والله بنشوف. تفضل. يا اهلا وسهلا. شرفوا. تفضل. شرف. حلو حلو كثير حلو. خدي امي فوتي ايسي، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. وانت يا فطومه
ورجيني هاتي امي يا عين ايشوها ما يبلى وما يتخ فوتي امي دي فوتي ايشي فوتي ايه ام ياسين اختي صفي هدول تصرفي فيهم بمعرفتك الله يعطيك العافيه ويرزقك كمان وكمان صفي اطلع لعند الملقي وعدني بستين جور صرام اما شو كريم هالرجال يا ام ياسين كريم كثير الله يسعده وينور دربه امين يا حق اخ تعرفي يا ام ياسمين خير شو قلبي عم ينطف على ما اشوف اخي شهران شهيد الله شهيد الله رح جن طولي بالك ما بقى الا يجي ان شاء الله بيرجع لك بالسلامه يا حق الله يسمع منك الله يسمع منك دخيلك يا رب دخيلك شوفه عن قريب يلا أودعناكي خليني أمشي الله معك ويسر أمرك ويرجع لك يا بالسلامة يا حق يلا لك أخي خلصني بدك تشوف المعلم أنا ما فيني أقدر أمضي لحالي دلني على المعلم وينه هيك وجوا فوت حاكي وشو بيقول لك تكرم عينك لا حول ولا قوة إلا بالله أنت لوين مشوارك يا ابني على الزبداني يا خالتي بس خايف أن أقطع بالشام لأنه صار الوقت متأخر أنت من الزبداني يا ابني إي نعم والنعم معناته حضر حالك مشان توصله منيح الله يكثر خيرك يا خانوم الله يكثر خيرك انت بتعرف الشيخ درويش ابو العالمين معلوم يا خانوم ليش في حدا بالزبداني كله ما بيعرفه بيرق والله الله يطول لنا بعمره انا طريق الزبداني ما بعرفه ليكو اسعد بيوصله بينام هنيك ببيت اهله والله يا عم تحكي مظبوط ارجع على شغلك الله يعطيك العافيه وانت يا ابني تعا وراي استعرضك كلك لأمي إذا ضليتك هيك قاعد بلا أكل ترى بتموت وهيك موتك ما لقيم ابنه قول لك حبي قول لكل بدي إياك تصحصح لك نزير قلبي حاسسني إنه أبو عبدو عم يرتب لنا شي خازو مرتب الله العلي مشان هيك بدي إياك تصحصح بينفض أنا وياك بريشنا لك بحياة غلاوتي عندك تاكل بدنا نهرب سوا لك نزير فتحت أمك افتراح افتح تمك لك نزير لك علي الجيري اذا ما بتفتح تمك لاطمر لك وشك بهالشربات افتحوا لا زهرة ولا ما زهرة اكل ابو عبدو اكل افتح تمك ورجي لي ابو عبدو لا اذا ما اكل خلص افتح له ابرو زدته فيه ما عاد الرز ومشي حال اه شلون يعني مشي حال معلي الاغراض اللي لاطشوا النزير ايه شو بهو في جماعه لقوهم واعطوها للزعيم ابو حمزه العمى معناها راحوا علينا يا معلي والله اذا بده بيكونوا راحوا علينا وإذا ما بده ما بيكونوا راحوا علينا شلون يعني ما فهمت معلي يعني بده يرجع يأكل ويشرب ويشد حيله ويصير مثل الرجال منشان نخطط نحن وياه كيف نخلص على الزعيم أبو حمزة ونرجع أمانتنا منه إيوه هي بيكون بده تزهرم لك حوبي تزهرم لك لقمة وشحصية معلي موسكا ما بده معناته ما بده يعني سامحه بحريق محلي ومعناتها كمان لازم يندفن وهو عايش والليلة نزير هذا أبو عبدو واحد من جزء من حرام يا صاحبي وأنا ما إلي مصلحة أني أخسرك وقلت لك من قبل ما بدي خون الخمس والمنح بقى يستر عرضك فتحت أمك لك لأمي الله يوفقك فتحت أمك وقت القوي بيوقع أضعف حدا بيأذي حضن الوفي بيوسع لو مي غيرك فيه وقت القوي بيوقع أضعف حدا بيأذي حضن الوفي بيوسع لو مي غيرك فيه تعطي الكريم بتملكه ظهرك كأنه سيف الرجال ما بعمرن بكو تبكيك مرا يا حي يلي نصيبه مقلبه دمعه صعب يشفيه الله لغيرك قاسمه لا تخلي عينك فيه في ناس بيعرفوا الله وناس بالأسى بتتسلى بتحس قلبهم مات
كسر الظهر والقلب حساب مع الايام عهد الاخوة صعب ينسوه اهل الشام ويا شام شوفي قصص ما بينشبع منا مهر القوامة خلص بعد الحكي عنا عن عطف أهلك عالفقير للجوع ما يخلوه عن ضيفك المنهن بصير بحاله نساوه في ناس بيعرفوا الله وناس بالأسف تتسلى بتحس قلبهم ما إخوات الموت يفرقون أغراب الحب يجمعون هيدي هي الحياة وقت القوي بيوقع أضعف حدا بيأذي حضن الوفي بيوسع لو مي غيرك فيه